السلام عليكم. انا دلوقتي اصدقائي في ركود سيمتري، المكان اللي هو انا كنت شغال فيه من 20 سنة تقريبا، واللي انا عملت عليه فيلم اللي هو اسمه عذاب القبر بين الواقع والخيال. كنت مع مراتي بنفطر في لاكامبا، واحنا راجعين لازم نعدي نزور قبر ابوها. مراتي واقفة هناك اهي بعيد، وانا واقف عربيتي مشغل فيها القرآن، فتح الكبوت العربية داير عشان الكاسيت بتاعي قوي طبعا ما ياكل بطارية، فبخلي العربية داير فتح الكبوت عشان ما تسخنش. في دفن جاي دلوقتي بيجهزوا لي، يعني في واحد مات هيتدفن دلوقتي، واضح ان عيلته بدأت تيجي اللي هي العربيات دي. بس دي ركود سيمتري زي ما انتم شايفين، دي مقابر قديمة جدا هي قدامي من سنين. ممكن نروح نشوف نبص على قبر كده منهم، نشوف من سنة كام. المكان ده انا قعدت فيه سنة بصراحة، يعني كان من اسعد سنة في حياتي. انا عايزين حقيقة مش عارف ازاي، بس هو ده الواقع يعني. تعالى ما نشوف كده القبر القديم ده. ده واحد مات هو عنده 69 سنة. مات سنة كام؟ مات سنة 1939. احنا يعني شايفين 1939، يعني الراجل بقاله كام سنة؟ 60 61 بلس 74 75 سنة ما تكون يعني. بص ده برضو مات في نفس السنة 1939، كان عنده 53 سنة. شكلها واحدة ست دي على فكرة، ماي دير وايف، وده واحد جوزها كاتب لها على القبر. ده قبر قديم اهو كمان زي ما انتوا شايفين. ده مات سنة كام؟ مات سنة 1940، مات عنده 62 سنة. زي ما شايفين مقابر تانية كتير اهي. ده جزء قديم في السيمتري طبعا، في اجزاء حديثة جدا. الجزء الاسلامي يعتبر حديث زي ما انتوا شايفين منظره، لو قربت منه هتلاقيه مختلف شوية. اسود من هناك عند الناس اللي واقفين هناك دول، بس انا مش عايز اقرب يعني منهم. بيجهزوا لدفن واحد، العمال شغالين اهو بيجهزوا لدفن واحد. شايفين المقابر السوداء دول، الناس كانوا بيزوروا حد وماشيين. طبعا في ارض فاضية هناك هي لسه هيدفنوا فيها كلها، زي ما شايفين ارض كبيرة جدا. كل ده جزء قديم السيمتري، المقبرة يعني، السيمتري يعني مقبرة. واضح ان دول مسيحيين، شايفين العذراء اهي، تمثال للعذراء على القبر ده، شكله جديد على فكرة. ممكن دفن واحد فوق واحد. فعلا قبر جديد اهو، مات سنة 1997. تمثال العذراء فوق، المسيح اهو فوق. الجو حلو، الأقل بيذكر الواحد بالموت طول الوقت. من شوية هنكون ماشيين، مراتي جاية اهي. الشنطة ورا عشان الكاسيت ضد القرآن. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق يقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. سلام.